برحب بحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما تعودنا دايما سواء ليلة المباراة أو بعد المباراة بيبقى بيشرفنا كابتن فاروق جعفر، منور الدنيا. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. خير؟ مية مية الحمد لله. المنتخب هيعمل ايه بكره؟ النهارده بقى؟ النهارده الساعة 6 ان شاء الله. هنكسب ان شاء الله؟ ان شاء الله. هنكمل؟ طبعا احنا عندنا منتخب كويس، ويمكن برغم الغيابات. الغيابات انت عندك البدايل، يعني عندك البدايل، الفروق مش كتير، بس مش خبرات. الخبرات بقى احنا بنتكلم في الخبرات لما تكون بقى ماتشات تقيله، ما تعدي المرحله اللي بعد كده. لكن انا اعتقد ان المجموعه ما فيهاش مشاكل. احنا الحمد لله صاعدين. يعني ما فيهاش مشاكل. كابتن، هل ممكن لاعبتنا بكره يبقى عندها اللي هي هتاخد، اللي هي هتاخد بدل اللعيبه الاساسيه؟ لازم يبقى عنده بقى الـ 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 الحميه، لان الفرصه مش هتيجي كتير. حلو. لما كنتش تمسكها من اول مره ما تلومش غير نفسك. هو لازم اللعيبه اللي هتبقى مش عايزين نقول بدائل، اللعيبه هنقول ان هي هيبقى عندها الدوافع ان تثبت وجودها. ولاعيب الكوره دايما بتيجي الفرصه، لا قدر الله اصابه، غياب، مش عارف ايه، تلاقي نفسك قفشت في الحيط، مش هتسيبها. وده اللي بيحصل في الانديه وفي المنتخبات. انا شايف عندنا دلوقتي اكتر من 25 لعيب ممكن يكونوا موجودين في معسكر المنتخب. خمسة كله معسكر منتخب، يعني بمعسكر لا قصدي زي صلاح ومرموش وكده معاهم، ولا دول بره؟ لا دول كلهم 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 أوكي. كل اللعيبه. اوكي. انت عندك دلوقتي اللعيبه المحترفين اللي بره معروفين، يعني عندك 4 5 ودول تأسسين في المنتخب. يعني بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على تريزيجيه، محمد صلاح، مرموش. مثلا بتتكلم مثلا على يعني دولت ابرز اللي بياخدوا تقال، ومصطفى محمد بس هم دول اللي بياخدوا في كل الخطوط. يعني في نص الملعب عندك حمدي فتحي، بتلعب قدام عندك الثلاثه اللي بيلعب تريزيجيه، بيلعب صلاح، بيلعب مصطفى محمد. ادي عندك تقل في الفرقه، بتيجي الدعم دولت. كان زيزو قبل الاصابه بيبقى موجود انا بقى مروان عطيه بيبقى موجود في نص الملعب. الاطراف بتلعب ناحيه شمال، مثلا حمدي بيلعب ناحيه شمال، ناحيه اليمين هو ده برضك اللي شويه بتبقى يعني محتاج حد. يمكن في الفتره الاخيره اكرم بقى موجود، بس اكرم مش موجود المعسكر ده. عمر كمال اللي موجود. عمر كمال. انا هسالك سؤال هنا بقى فني بحت. هل في ظل الغيابات دي اللي موجوده في خط الدفاع، انت عندك رامي ربيعه مش موجود، ياسر ابراهيم مش موجود، يعني ومنعم مش موجود، يعني منهم اتنين الاساسيين مش موجودين. طيب ما انا لما يكون عندك لعيب بحجم وقيمه ونجوميه احمد حجازي، الموقف الاخير يعني او اللي حصل بينه وبين الجهاز الفني، ممكن يكون خلاص الجهاز الفني شاله من حساباته؟ او انت بتكلم كلام منطقي. يعني انت مثلا انا عندي لعيب، ولعيب كويس وبقاله فتره معايا، ومعايا كان في كاس العالم، ومعايا في البطولات الافريقيه اللي فاتت، لكن بتيجي عند حته معينه كده بتلاقي البديل ده موجود اللي هو رامي ربيع. رامي ربيع في الفتره الاخيره دي هو احسن مدافع في مصر. مظبوط. يعني وما فيهاش نقاش ولا مجامله. مزبوط. هو ده رقم واحد. دلوقتي انت رامي ربيع بيشتكي من دايما من السمانه. يبقى احنا لازم ننتبه للحته دي ونعالجه، اهم ما يلعب مباراه وبعدين يقعد له مباراه ثانيه، وبعدين يقعد يلعب مباراه ويقعد له 3 مباريات ولا 4 مرات، فانت الخسران. لكن لما تشوف مباراه زي دي انت عايز ايه من المباراه دي؟ انت يعني المفروض انت بتبني فرقه، والفرقه بتبنيها من غير المحترفين. فانت محتاج اللعيبه تبقى منضبط وملتزم، وهتلاقي الانضباط والالتزام بكره افضل من اللي كان موجود قبل كده. لان كل واحد عايز يثبت وجوده، عايز يقول انا موجود وعايز العب. ده صح. وعايز ابقى اساسي في المنتخب. فدي فرصه. يبقى اذا انت الفكره ان انت نزلت بالاعمار ما ينفعش ترجع تاني للي هم اللي خدوا فرص كتير جدا زي حجازي مثلا مع المنتخب. خلاص انت نزلت بالاعمار، خلاص كمل كده. واحنا مش عايزين نقول ان احنا بنبعد اللعيبه الكبيره، لا. هو دلوقتي انت لو انت فت وانت عندك فرصه ان انت تلعب وتثبت وجودك، هتبقى يعني انا متهيألي حسام فتح مدرسه جديده. كل الكم من اللعيبه والاعمار السنيه اختلفت عن الاول. انت كنت ملتزم باعمار سنيه وملتزم بلعيبه محترفه بشكل كبير، لا دلوقتي عندك البدائل الموجوده في الدوري العام المصري. على فكره احنا الدوري العام المصري احنا ما فيش حد يعني كلنا عايزين ندي للدوري العام المصري حقه. احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي، لعيبه كويسه، لعيبه منظمه في الملعب، لعيبه ليها مستقبل، اعمار سنيه صغيره، اللعيبه بيبقى عندها الابداع. لكن المدربين مش عايزين كده. المدرب بيبقى نمره واحد نازل عايز ما يخسرش.
طبعا عايز لو ما كسبتش ما خسرش، ما خسرش. لا دي المدرسه دي المفروض انت بتبقى انت حجمت اللعيبه او مهاره اللعيبه وقدرات اللعيبه او خبرات اللعيبه. لا انت اللعيب بيبقى نازل لازم تدي له الراحه النفسيه وتدي له ان انت عندك القدره ان انت تكسب، عندك المهاره ان انت تطور من اداء الفريق، التغييرات بتاعتك والدكه تبقى قاعده بشكل كويس. وده اللي بيعمله حسام على فكره. حسام يعني انا بختلف مع ناس كتير قوي ان هي مش بتدي حسام حقه. لا لازم حسام ياخد حقه ولازم المجموعه اللي معاه تاخد حقها. ليه؟ حاجتين. اول حاجه بتكلم ده بيلعب باسم مصر. حسام ما بيلعبش بقى اللي هو ماسك فرقه ولا ماسك نادي ولا، لا ده بيلعب باسم مصر. نمره اتنين، حسام هو ذات نفسه عنده خبرات. طبعا يعني هو حسام ذات نفسه عنده خبرات، يعرف يتعامل. طبعا يعني انا حكيت لك، ما قلت لك حسام خدته نادي الترسانه مره فاول وكان قاعد وقلت له قوم شوط الكوره، قعد يقول لي لقيت فاولات كتير، قوم شوطه قوم شوط. واحنا بقى البونت ده، البونت ده يقعدنا في الدوري وانا جازفت خليته شاط الفاول وشاط الفاول وجابوا جول وقعدنا في الدوري. فهو عنده الخبرات وعنده الاحساس، فاحنا لازم ندعمه. يعني الانتقاد الكتير يقلل من كفاءه الشخص ده او النجم ده او المدرب. فانا شايف ان احنا لازم ندعم، ما احنا ما فيش اهلي وزمالك ولا بيراميدز ولا مصري ولا اتحاد. دي مصر، الاهلي والزمالك مصر. انا مصر، انا شايف احنا عندنا مشكله، خد فلان ما خدش فلان، ده اهلي وده زمالك. صح، هي صح. دي اللي شغاله عندنا للاسف الشديد، ان هو بس الانتقادات دي كانت فاروق موجوده في الدنيا كلها، يعني في العالم كله. حلو بس انت عندك بتتكلم، ما عندكش مثلا 100 لعيب، انت مثلا عندك 25 30 لعيب عندهم القدره والكفاءه ان هم يحققوا لك اللي انت عايزه. ده صح، غير بقى ما يكون انديه ثانيه او بلاد ثانيه بيبقى عندها 100 لعيب. ما ده منتخب. طب ممكن اسالك سؤال هنا؟ هاخدك بعيد عن منتخب مصر الاول، بس كده هاخدك في حته كده. هل ينفع ان انا اتغلب من المغرب منتخب اولمبي 6 ومنتخب شباب 5 ومنتخب ناشئين 2-1؟ هل ده ينفع؟ انا النهارده كنت كابتن فاروق، النهارده كنت بتفرج على المباراه اتغلبنا. برضك انا بكون اجيال واحنا مدرسه جديده دلوقتي في تغيير المفهوم بتاع الكوره. ما هم كمان بيكونوا اجيال. لا ده هم دولت، ده النهارده كان بيقول لك الفريق ده في الملعب في 3 لعيبه محليين او من، لا المنتخب المغربي 14 لعيب محترف، وال 14 بيلعبوا فوق 14 لعيب محترف والباقي كله في اوروبا. طب ما دي سياسه وتخطيط يا كابتن. طب خلاص احنا خلينا، انا كنت سامع، كنت بتكلم مع الاستاذ محمد بتتكلم على الاتحاد. انت يعني لازم تبقى انت من البدايه يعني ان شاء الله المجموعه اللي موجوده بتاع الكابتن هاني ابو رضا يبقوا رايحين الاتحاد عارفين بقى الجدول اللي هيتعمل ولا البرنامج بتاعه يعني والاولويات ايه بالظبط. المستقبل ده ليه ناسه، اللي هو التخطيط. تخطيط ليه ناسه، يعني مش اي حاجه، ما فيهاش الكوره زي انت زي بتصنع حاجه. فاحنا دلوقتي وصلنا لمراحل في مصر هنا في الالعاب، مش في الكوره بس، ان انت خلاص عندك، انت قوي دلوقتي، عندك لعيبه على مستوى عالمي، عندك لعيبه في الدوري المحلي ده افضل دوري موجود في افريقيا. عايز انت بقى تدي اللعيبه الثقه، اللعيبه تفتح لها الاحتراف وتبدا تسند اللعيبه ان انت هتروح تحترف وتيجي. طب افتح لها الاحتراف ازاي؟ وموضوع التزوير والتسنين ده برضه يا كابتن فاروق، ما هي الدنيا ملخبطه، الدنيا مش منظمه، الدنيا مش مرتبه. انت حضرتك لسه شايف الموضوع ده. هو كويس جدا، بس برضك الفتره اللي جايه في التخطيط او التطوير في الاتحاد لازم تجيب لجنه شغلتها حاجتين. يعني عندك لجنتين، اللجنه الاولى هي علاج النواحي المعنويه والنفسيه. اللعيبه لما بيلعب بيهبط نفسيا ومعنويا، انت عايز تتكلم معاه عشان ترجعه تاني. طب دي شغلانه الاتحاد ولا المدير الفني للاتحاد اللي انت هتجيبه؟ المدير الفني للاتحاد. انا كنت مدير فني. ما انا عارف، انا بسالك عشان انا ما كنت بشتغل، ما بقعدش يعني اتكلم مثلا او انا ان انا فاهم كل حاجه. لا، ما في ناس متعلمه ومثقفه اكتر مني في حته العلاج، ان انت تقعد تتكلم مع اللعيب وتاهله. افتكرتك هتقول لي في الكوره، كنت اقول لك انت بتيجي منين دي؟ عشان كده بصيت لك قوي. فبقعد اتكلم واجيب الدكتور يقعد يتكلم معاه، هو بقى فقيه يعرف يرجع اللعيب معنويا ونفسيا. حاجة التانية، اما بتيجي تتكلم مع اللعيب دايما تدي له الدعم. ليش تقول له انت مستواك نزل، انت ما تشغلش على نفسك كويس، انت ما بتنامش كويس، ما بتاكلش كويس،
لا لا ما لازم تقول له عشان ما يهبطش منك اللعيب. اللعيب لما بيهبط بيبقى بجد يعني الحزن اللي بيبقى فيه وما بيهبط الاداء بتاعه عشان يرجع تاني بياخد وقت. صح. وممكن ما تديلوش الفرصه ان هو ياخد وقت. صح. يبقى انت خسرت لعيب ممكن كان في البدايه لعيب كويس لعيب مميز ما عرفش يكمل وانت المسؤول ان هو انت ما عرفش ان اللاعب ده يكمل. طب انت لما كلمتني بقى في النقطه دي انت وديتني لحته مهمه جدا. هو مين اللي خسر دلوقتي؟ امام اللي خسر المنتخب ولا المنتخب اللي خسر امام في الفتره الحاليه؟ امام خسر المنتخب. امام اللي خسر المنتخب. دي بلد كلنا كل واحد بياخد المحطه بتاعته ويخلص. احنا نتكلم في البلد. لا مصر يعني مصر قايمه واي واحد بيجي بيأدي الدور اللي عليه. لكن انا نفسي كل لعيب يعرف قيمته، اللعيبه كويسه وقيمتها كويسه ولعيبه كبيره وعارف شخصيته وده مطلوب. المره اللي فاتت قلت لي ده احسن لعيب في مصر. طبعا طبعا. لكن الاهم من ان انت احسن لعيب في مصر ان انت تحافظ ان انت تستمر تبقى احسن لعيب في مصر. الاستمراريه. ما تجيش تقول لي انا احسن لعيب في مصر وانا لعبت السنه دي مثلا ماتشين ثلاثه اربعه خمسه كويسين وبقيه الماتشات مش مؤثر. لا انت تلعب لك اربع خمس مواسم وبعد كده. امام في الفتره اللي فاتت اما قعدوا كولر فوقه. صح. فالمباراه اللي فاتت لعب مباراه كتير. أحسن. خلي بالك الكوره هي عباره عن فنيات ومهاره وكلها، لكن في الاخر هو اداء. يعني الاداء بتاعك ده يناسب الفرقه، بيعمل تطوير في الملعب، بتكسب الفرقه، ليك شخصيه في الملعب، الفرقه الثانيه بتبقى عامله حسابك، كل الحاجات دي على شخصيه اللعيب. اللعيب بقى عشان الشخصيه دي تبقى موجوده انا افكر في نفسي انا هفضل استمر كده. يعني اقاتل مع نفسي حتى لو عندي ظروف، اقاتل ان انا الناس تشوفني بنفس المستوى بنفس الاداء بنفس القوه القدره كفاءه وانا في المشوار ده. هو ده اللي اللعيب يفكر فيه. لكن انا شايف اللعيبه برضك يعني لازم تشغل على نفسها، لازم تحافظ يشتغل على نفسه يتمرن كويس حتى لو بعد شويه على الفورمه بتاعته يقدر يرجع في ظرف ماتش ماتشين ويرجع لحالته. وده المفاهيم بتاعت الكوره، مش انا هقعد اشتكي واطلع مبرر ان انا مش قادر او انا ظروفي أو انا. يعني انا اتمنى يعني ان اللعيب يعرف ان دي احسن فرصه في تاريخ الكره المصريه في كل حاجه. يعني في كل حاجه بتتكلم على الامكانيات موجوده، بتتكلم على الامكانيات الماديه للاعبين موجوده، بتتكلم على بيع اللعيبه او شراء اللعيبه كل ده موجود، الملاعب موجوده، عندك كل حاجه موجوده. طب انت بقى انت تبقى انت فاهم طور نفسك ان انت بقى تطور وان انت تستمر وان انا لعيب كبير وان انا بلعب باسم البلد. وهو ده اللي يفكر فيه لعيب كوره. ده صح. طيب ما عايز يعني نتكلم كده على تشكيله بكره كده المتوقعه من وجهه نظر كابتن فاروق جعفر، لان انا في موضوع ثلاث مواضيع مهمين جدا عايز اخدك فيهم. طيب. بس عايز اقفل المنتخب الاول. نتكلم الاول على ماتش بكره. ازاي يبدا كابتن حسام بدايه المباراه بتشكيل؟ احنا شفنا جزر القمر وعارفين هم لعيبه. لا الراس الاخضر. الراس الاخضر. احنا عارفين لعيبه هي امكانياتها وقدراتها مش زينا، يعني امكانيات سرعات كده وبتاع، لكن ككوره لا احنا أداء اعلى. فردي اداء فردي مش اداء. لا احنا اعلى ككوره، احنا اعلى كتير زي مصر. مصر بتلعب كوره جماعيه دلوقتي افضل. صح. مدير فني واقف على الخط بيتكلم مع اللعيبه واللعيبه في استجابه بينه وبين اللعيبه في الملعب. انت عايز تلعب بكره المباراه وانت حاطط مجموعه من اللعيبه ممكن اتنين تلاته يكونوا جداد موجودين في الملعب. اللعيبه المحترفه يعني مثل صلاح مش موجود. صلاح مرموش كاتنين محترفين كبار دلوقتي اللي منورين في اوروبا. ده دلوقتي بقى حاجه ما شاء الله. مش حاسين بيه حاجه كبيره بقى حاجه كبيره تفرح. امال ايه؟ اداء رائع طبعا طبعا. ده هو محطه التسجيل الاهداف لانترخت فرانكفورت. طبعا طبعا حاجه طبعا. حاجه جامده قوي. فاحنا برضك ده لازم هياخد وضعه زي صلاح ما الناس حبيته واخدت وضعه. هنرجع للنقطه اللي حضرتك كنت لسه بتقولها، الاستمراريه طبعا هي اللي هتوصله لمكانه صلاح. تمام. لان ميزه صلاح انه ما شاء الله عليه استمراريه. بس مرموش بص اتنين عندهم شخصيه جباره في الملعب. ايه بقى؟ انا لعيب كوره يعني. انت كنت معلم. تريزي جي ده عنده شخصيه. تريزي جي شخصيه في الملعب. في الملعب عنده شخصيه جامده جدا. ومرموش عنده شخصيه، هما الاثنين. آه. عشان كده الاثنين لما يكونوا موجودين بيبقى في تنافس جامد بين الاثنين في الملعب. والتنافس ده بيرجع للفرقه. بس كابتن يعني حسام بيروح مدخل تريزي جي في نص الملعب. يديله عشان الحرية. يفضي مرموش ناحيه الشمال. يديله الحريه. ان نمر 10 ده مش موجود. نمر 10 هو لو بيتحرك ممكن تلاقي تريزيجيه موجود نمر 10، ممكن تلاقي
ناحيه الشمال مثلا رقم 11 مثلا ممكن تلاقي بيلعب ناحيه الشمال هو مرموش مرموش وساعات بيبقى ابراهيم عادل ابراهيم عادل هو بيدي ابراهيم عادل كابتن حسام في الشوط الثاني ابراهيم عادل لعيب كويس بس ده لعيب المستقبل اه يعني في بقى يقول لك ايه ده لعيب اللي انا مركز عليه وده اللعيب اللي ببني عليه في لعيبه اللي مركز عليه اللي هو بيلعب ورمضان صبحي فين؟ يعني انا اعتقد ان رمضان في ظروف بتبعته على المنتخب من لعيبه كويسه قوي بس هو فين؟ وانت كمان عندك مشكله كمان ان زيزو مش موجود زيزو مش موجود بس انا يعني انا مندهش ان لعيب بامكانيات رمضان صبحي ان هو مش موجود في المنتخب خالص هو برضك انا بحب رمضان إن هو من بداية لعيب يعني عنده الشخصية عنده الإمكانيات لعيب لعيب كورة يعني بكل مقاومات لعيب كورة عنده لعيب كورة كويس لكن أنت دايما تتكلم على نقطة أنا رمضان كان في فترة هو زي مرموش هو زي زيزو هو زي مثلا محمد مصطفى محمد فهو لعيب 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 عالي لكن أنت مطلوب منه هو الاستمرار في الأداء طيب بص هقول لك حاجه الخلاصه ايوه انت الاهلي والزمالك دولت ليهم ريحه تانية غير الانديه التانية حتى لو الانديه التانية كبيره يعني ايه يعني عنده جماهيره عنده اعلامه يعني بيقويك كلاعب امال ايه بيقويك امال ايه قوي قلبك انت ورا المرمى ده ومرة تلاقي 40 45 50 الف قاعدين بيشجعوا في الفرقه ده يخلوك تتحرك بعكس ما انت عندك احسن فرقه بس ما عندكش احسن جمهور ما عندكش الجمهور اللي هو يساندك خلي بالك ان اللعيب كم في المية اكتر حاجه اللعيب بيخاف منها هي غضب الجماهير او ان الجماهير مش راضيه عنه دي اكتر حاجه توتره تخوف اللعيب تخوفه فلعيب الكوره دايما هو السند بتاعه مثلا لو مش هقول الاداره ولا هقول الجهاز السند بتاعه اللي مستمرين مع اللعيب هي الجماهير المدرب مش قاعد الاداره مش قاعده الجهاز مش قاعد يعني لا هو الجماهير هي السند الحقيقي للعيب وانا شايف ان رمضان ما مشي هو ظلم نفسه ان هو يعني واحد في الاهلي او في الزمالك يعني هو لو كان لسه في النادي الاهلي كان بقى في حته تانية خالص غير كده طبعا خالص مع النتائج اللي بيعملها النادي الاهلي والبطولات وكده والاداء الجماعي خلي بالك النادي الاهلي اداء جماعي ايام موسيماني ده انا كنت يعني كنت ببقى غضبان من الاداء ما فيش اداء دلوقتي في اداء جماعي انت حاسس ان في فرقه تقيله الزمالك كمان الفتره اللي فاتت دي انت حاسس ان في فرقه تقيله شغاله طبعا شغالين بشكل كويس قوي كمان بيراميدز بيأدوا بشكل كويس علي ماهر بيأدي بشكل كويس يعني عندنا كره اتحاد اسكندريه بيأدوا بشكل كويس انا كمان عجبني قوي بتروجيت في الفتره اللي فاتت جايين من السكند ديفيجن يعني من وتعادلين وعاملين ماتشين حلوين على ده, ده ده الماتش اللي فات انت قصدك على الماتش الثاني كان ممكن يكسب المباراه هو لعيبه كويسه لعيبه وبعدين انا يعني برضك تحيه دايما المدرب يعني ما بتكلم على السيد عيد بتكلم عليه هو طلع معاهم طلع معاهم لكن طلع معاهم بشخصيه تانية يعني خد اللي عايزه من تحت وعايز صعدوا خلاص دي يقدر يشتغل في 20 نادي لكن عايز يكمل معاهم ويكمل معاهم بالطريقه اللي هم اللي عندهم طموح وان هو عايز يبقى موجود في التسعه انا شايفه ان هو بيأدي بشكل كويس وهو يعني ليه التحيه يعني ما يكون لا مدرب مصري وطالع من الدرجه به للدرجه بيأدي بشكل كويس فعلا طبعا يعني ما تيجي بقى نقول التشكيل كده مع بعض هتبدا مين شناوي ولا عواد ولا شوبير ولا مهدي سليمان لا شناوي ما تديش فرصه لا العواد ولا مصر لا بره مصر لا بره مصر لا يعني بره بيتك ما تعزمش حد في بيتك اعمل اللي انت عايزه طيب خط الدفاع نلعب ناحيه اليمين يا كابتن حسام بقى له ماتشين احمد عيد من ساعه ما كويس بص احمد عيد لعيب كويس جدا لكن في الماتش اللي بيبقى فيها ميزان الاداء ما بتبقاش انت محتاج الناحيه الهجوميه على طول انت محتاج الدفاعيه وبعدين عيد لعيب كويس لعيب كويس يعني بيسيب الحته دي وينزل نص الملعب يستلم يعني ده متاسس كويس احمد عيد متاسس كويس يعني عارف شغل الظهير ازاي وما بيخش نص الملعب ازاي وما بيرحل
وكره ناحيه اليمين وهو بيلعب ناحيه اليمين الناحيه الثانيه بيعرف يرحل يقفل على الاثنين على السرد، يبقى هو مدافع ثالث مع الاثنين السرد باكين. ما هو من انتهاك قلت متاسس، هو اصلا لعيب في نادي الزمالك. طبعا متاسس يعني هو اصلا لعيب في نادي الزمالك وهو هو انا بقول لحضرتك يعني طبعا هو لعيب 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 كويس ومكسب للمنتخب. الله ان انت لعيب زي ده يتفرد فيه ازاي برضه يعني هو كان طالع اعاره يعني او بعد كده حصل مشكله وخلاص ما بقاش بتاع الزمالك. يعني انا كنت موجود في الفتره دي وهو كان هو واحمد يحيى اللي هو الوكيل بتاعه كان. طيب يبقى احنا ما فيش خلاف على احمد عيد باك رايت. طيب والاثنين المساكين بقى مين اللي ياخده؟ انا شايف بقى هو احنا هي دي المشكله اللي ممكن تبقى موجوده. احنا دلوقتي عندنا احمد رمضان بيكهام ممكن يلعب مساك، وحسام عبد المجيد ممكن يلعب مساك، ومحمد ربيعه ممكن يلعب مساك. ثلاثه هو عايز منهم اثنين. انا شايف ولا هيروح خاطفنا زي الماتش اللي فات ويروح مرجع حمدي فتحي ورا. هو ده انا ده اللي انت هتقول. يعني انت حمدي فتحي انت ذكي برضه. ده انا بتعلم منك مش بقعد معاك كل اسبوع لازم اتعلم. لا 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 هو الخط ده ما فيهوش خبره. فانت محتاج واحد خبره. انا ماليش دعوه ده بيلعب. انا اما الاعب حسام وحمدي يبقى انت حسيت ان الاثنين حسام عبد المجيد جنب حمدي فتحي وحمدي فتحي وناحيه شمال محمد حمدي بيبقى جوزه وناحيه اليمين احمد عيد تمام. انت عندك انا بتكلم على ايه؟ عندك ثلاث عناصر موجودين في الخط ده. الالتزام والانضباط واحد، الطول في الكرات العرضيه اثنين، الثلاثه معاهم قائد يعني الاربع لعيبه معاهم واحد حمدي فتحي قائد. يبقى انت وفي ظهرهم الشناوي طبعا الشناوي بيوجههم وبيسمعوا كلامه طبعا من افضل الكباتن اللي جت في تاريخ مصر يعني طبعًا. الشناوي ويمكن هو نمره واحد في تاريخ مصر لعب مباراه دوليه. الشناوي لعب كاس عالم. طب انا بقول لك ومباراه دوليه عدد المباريات الدوليه يعني فكل الحاجات دي هتلاقي اللعيبه بتلتزم معاه وتنضبط معاه ان هو بيوجه اللعيبه وبيلزم اللعيبه في الاداء. طيب نروح لخط الوسط بقى. عندك ما شاء الله بقى عندك كوكا وعندك احنا هنستبعد حمدي فتحي بقى من خط الوسط قلنا هيلعب ورا خلاص. يبقى عندنا كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر ودونجا ونصر ماهر ومصطفى فتحي وطاهر وزلاكة. طيب انا شايف نمره واحد موجود في نص الملعب يعني اللي انت هتعتمد عليه بشكل كبير تمام هو دونجا. دونجا ديفندر الاساسي اللي هو هيلعب مكان مروان عطيه اللي تقدر تغير طريقه اللعب لو مروان تقدر تغير طريقه اللعب فاهمك بالارتكاز ده يعني ممكن تلعب 4-1-4-1 ممكن تلعب 4 وهو ومعاه مثلا رقم 8 هو يخلي رقم 8 يتحرك وهو يامن له الحته دي بيعرف امتى التوقيت اللي هو يستلم الكره ويسلم ويستلم تمام. ويهدي الملعب تمام. فنمره واحد موجود دونجا. يبقى دونجا رقم واحد يلعب على يمينه بقى مين؟ هيلعب على يمينه مثلا انا شحاته؟ لا لا يعني برضك انت محتاج الخبره. احنا اتفقنا المباراه دي بتبقى عايزه خبره. شحاته لعيب كويس لعيب كويس جدا لكن انت محتاج حد خبره يبقى موجود في قلب ما عندكش دي. ما عندكش الرفاهيه دي. انا عندي مروان عطيه. لا مروان مش موجود. طيب ده مروان مريح. مريح. طب انا بقول لحضرتك عشان كده انت ما قدامكش انك تحط محمد شحاته او محمود صابر كاتنين يعني جامدين في نص الملعب بس ده دولت لو لا قدر الله مش موفقين هو عنده عذره. بس لعيبه كويسه وخدت. كويس بس انت ما جربتوش بره ملعبك انت ولا ضغط ولا رطوبه عاليه. ما لعبوش يعني ما لعبوش حتى لو شحاته لعب له ماتش ولا ماتشين. الاولمبيات تختلف عن الاولمبيات فرق جامد جدا بين القدرات والكفاءه واللعيبه اللي بيلعبوا في الاولمبي واللعيبه المحترفين. طبعا طبعا طبع. بس انت ما عندكش الرفاهيه دي يا كابتن فاروق يعني انت دونجا. طب هو انا عايز العب باربعه ثلاثه ثلاثه اربعه اربعه ثلاثه ثلاثه اثنين واحد يعني اربعه أوكي. ثلاثه اثنين واحد. طيب هنحط احنا دلوقتي احنا حددنا حارس المرمى حطينا الاربعه للديفنس. طيب حطينا دونجا ما هو لازم واحد على يمين وواحد على شمال كويس بس كويس. اللي عنده واحد على يمين وواحد على شمال وفيهم واحد بيتحرك بيروح
بيروح بعد ورا رقم 9 يعني هو بيبقى صانع الالعاب، هو اللعيب بقى اللي بيتحكم في ايقاع الاداء. ناصر ماهر، هو ناصر ماهر يلعبها، بيلعبها على على ملعب نجيل صناعي. انا طبعا ما شفتوش على ملعب خلي بالك الملعب ماتش بكره على نجيل صناعي كويس. بس انت اللعيب المصري بتفرق معاه مش بنسبه كبيره. ان اللعيب المصري اصلا بطبيعته ان هو لعيب مهاري. يعني هو مهاري، بيعرف يلف بالكوره، بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يتحرك، هو الاداء الحركي بتاعه ما مش بيعطل الكوره. انت ممكن بمهارتك دي هم يبقى الملعب غريب عليهم، لكن انت عندك قدره وعندك المهاره وعندك التنظيم تقدر تعمل الجيم. يعني انت حضرتك شايف ان ناصر ماهر ياخد بكره؟ بس خلي بالك هو بالنسبه من ساعه ما مسك كابتن حسام هو ناصر معاه بس تغييره. كويس، عشان بس نبقى واضحين، وخلينا نتفق ان رقم واحد في المباريات دي هي الدكه في الماتشات دي. طبعا والله انت لو انت عايز تتعادل الدكه تبقى متوثق فيها. عايز متاخر عايز ترجع للمباراه الدكه ترجع. عايز كسبته وعايز تزود عدد الاهداف الدكه هي صاحبه القرار. عايز تقفل الدكه برضه طبعا. فالدكه دي رقم واحد، فانت مش هتنزل كل مش هتقدر تنزل افضل ما عندك من بدايه المباراه، لازم تقعد 2-3 على الدكه يكونوا تقال. يبقى انت كده بس هتبدا بناصر ماهر. بناصر ماهر وتاخد مين بقى ناحيه اليمين هناك؟ تاخد مصطفى فتحي ولا طاهر؟ طاهر هو المكسب الاول للكره المصريه في الثلاث اربع اسابيع اللي فاتوا. ايه اللي حصل لطاهر؟ بقى له سنتين وكان في شبه اجماع ان النادي الاهلي قال خلاص هيمشي. طيب اما بتدي للعيب مساحه، بتدي له مساحه من الاداء، دي ثقه المدرب فيه. بعد سنتين؟ والله ثقه المدرب فيه. وانت ما تحس ان المدرب راضي عنك وانت بتنفذ له اللي هو عايزه بيطلع بيك السما. هو دلوقتي هو عنده لو قلت الخمسه اللي قدام هو نمره واحد. طاهر نمره واحد. خلي بالك ان طاهر كل مباراه بيجيب جول وجولين ما شاء الله، وبقى عنده الجراءه. الدنيا اتغيرت خالص، ويغير الملعب من اليمين والشمال ويسيب ناحيه اليمين وينزل نص الملعب يسلم. يجدد. طيب ما انا بقول لك جدد له. طبعا جدد له على طول. ودي حس. سيبك انا يعني ممكن يعني في كولر بختلف معاه في حاجات، لكن هو عنده ميزه كولر ان هو يديك المساحه ان انت تلعب، انت تثبت وجودك، خد مباريات، خد وقت، العب. وده اللي حصل لطاهر. طاهر قاعد ياخد في وقت في وقت، الناس قاعده كلها غضبانه زي رامي ربيعه. انت رامي ربيعه الناس تبطل يا عم يمشي يا عم. هو احسن سيرت باك في مصر دلوقتي. امال ايه؟ اللي خد وقته وخد مساحه وخد ثقه وخد دعم. هو ده خلاه وقف على رجله وبيأدي بشكل كويس جدا. انا شايف برضك طاهر هو مكسب كبير ان شاء الله، يبقى مكسب كبير للمنتخب. هو بقى مكسب كبير للنادي الاهلي. نشوف الامكانيات بتاعته والمكسب او الاداء اللي ادى بيه في النادي الاهلي يؤدي في المنتخب. يبقى كده بس انت بقى كده خلاص قفلتها، انت كده قفلت. طب ماتش زي ده هتبدا بمصطفى محمد بقى كفرود وحيد ولا اسامه فيصل؟ لا لا لا، انت تعرف ان ممكن حسام برضك عايز اللي بيعمل الجهد في الملعب، يعني اسامه فيصل من اللعيبه الهدى. يبقى اسامه فيصل. لا بس انا اعتقد مصطفى فتحي خبره جوه. اعتقد ان ممكن ناصر ماهر ما يبداش. ايوه، ويبدا اسامه فيصل. اسامه فيصل وقدامه مصطفى محمد. مصطفى محمد ليه؟ حسام بيحب اللعيب اللي بيجري، اللي هو بيقاتل، اللي بيسمع كلامه، اللي بيبقى عنده طموح انه يجيب اهداف. بقول لك حسام شايف كل اللعيبه زيه، يعني عايز كل اللعيبه زيه. الغيره وان انا قاتل وان انا عايز اكسب وان انا هو اللعيب. في لعيب من اللعيبه في المنتخب دلوقتي زلاكا، من اللعيبه اللي بدا الموسم هايل مع سيراميك، عمل ماتشين ثلاثه في منتهى الجمال. وعلى طول خده كابتن حسام. ممكن يديله بكره؟ لا لا، من البدايه. لا مش شرط بدايه. ما انت ما تجازفش، انت مش في نادي، يعني انت في منتخب. انت في منتخب ما تجازفش ابدا. بس الواد لعيب كويس قوي. هو لعيب كويس. وما يتقل شويه ويهدى ويبقى عنده خبره. على دي بقى والله اللي نفسي اسمعها منه. يهدى فعلا. هو عايز يهدى شويه طبعا، بس لعيب كويس قوي. ده بياخد المباراه، بيتحدى الظهير، المدافعين اللي قدامه. كل كره مسكها عايز يعدي وبيعدي. عنده جرأه. هو طبعًا اللي بيروح للمدافع. وبعدين هو كمان اللي بيقعد يشد المدافع، ويقعد المدافع يستلم الكوره ولو يتقدم بيها، هو اللي بيقعد يضغط عليه وعايز ياخد منه الكوره. فهو مقاتل كويس ومهاري كويس. يعني ده مكسب لسيراميكا وكمان مكسب للمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب كده كابتن فاروق، احنا يعني شبه ايه حته فنيه كده حضرتك ايه قدرت تحط ملامح تشكيل مباراه بكره بقى. تعال اخدك بقى في ملف مهم جدا، واحب اسمع راي كابتن فاروق جعفر في الملف ده بقى. هم اربع ملفات
اول واحد لو حضرتك حاليا مسؤول في نادي الزمالك وصاحب القرار في نادي الزمالك، تجدد لزيزو ولا يمشي؟ لو زيزو يعني برضك الزمالك لازم يحسم في الفتره دي، ما هو لازم قبل يناير، ما انا بقول لك قبل، يعني لازم الزمالك يحسم الموضوع. انا اعتقد ان زيزو ما عندوش الطموح الكبير ان هو يمشي، هو عايز يقعد في النادي. ف يعني متهيألي انا وجهه نظري، انا في الفتره اللي فاتت اللي كان فيها التجديد لزيزو كنت انا موجود، كابتن حسين لبيب، كنا قاعدين مجموعه ومع والده ومعاه وعند الاستاذ هاني بيرزي. و حضرتك كنت قاعد في الجلسه دي؟ اه. وكانش في مشكله ومضى ووالده كان بيتكلم معانا. والده على فكره فاهم في الكوره كويس قوي، بيتكلم كان لعيب كوره فاهم، يعني هو الوكيل بتاعه وشاطر. فجدد لزيزو. اعتقد جددنا له 3 سنين. اوكي. لا انا بتكلم دلوقتي تجدد له. انا اعتقد برضك لازم يبقى في قاعده، في كابتن حسين، في احمد سليمان، في هاني بيرزي، في طارق السيد، لجنه الكوره، وطارق هيبقى موجود يعني، بس هو يعني في الحوار بيبقى الاداره اكتر يعني. لكن ممكن طارق سيد في الفنيات هيكون برضك بيبقى ليه وجهه نظر. لكن انا شايف لو زيزو لا قدر الله مشي هيفرق كتير مع النادي. يفرق ايه؟ كتير مع النادي. يفرق دروب في اداء الفرقه؟ هيفرق كتير، ان انت ما عندكش حد بينقل للملعب غير زيزو. ما انت برضه عشان حضرتك تقعد زيزو لازم تقرب من الارقام اللي جايه من بره. كويس، بس انا بتكلم دلوقتي، ما الارقام حسب ظروف النادي، يعني انت ما تقدرش تقول للنادي يعني اهم تاني فوق الظروف اللي هو فيها، لا يعني لازم يبقى زيزو عنده الولاء للمكان ده. إن طب انت لو فاروق جعفر دلوقتي في القرار معاك هتقول له انا امكانياتي كذا، ما ينفعش الحوار مع اللعيب كده. ما ينفعش الحوار، لازم تتكلم مع اللعيب، تقعد وتفتح نقاش معاه، لازم تتكلم معاه. لكن حته هو كده وانا ما عنديش غير كده، ما ينفعش. انت خسران يعني. طبعا اقل حاجه هيسيبك ويمشي. صح. وفي 6-7 انديه مستنيين، سواء في جوه مصر او خارج مصر، انديه عايزاه. فلازم تتعامل معاه بحته ان هو راجل ادى للنادي، والنادي يعني مش بتكلم على ماديات، النادي كسب من وراه بطولات، وهو كان ليه دور اساسي في البطولات. هو لعيب، مفيش خلاف، هو لعيب ولعيب محوري بيقدر يلعب لك في كل حاجه. فانت تحافظ عليه، ده مكسب يعني. ده مكسب ان انت تحافظ عليه. لكن لو انا هقول ان زيزو يمشي، اعتقد الزمالك يبقى خسران. طيب في كلام بيتردد ان بنسبه كبيره جدا جدا، وده كلام اكيد بنسبه كبيره جدا، النادي الاهلي لن يجدد عقد بيرسي تاو. وهناك بعض الاخبار جت ان لو الاهلي فعلا في يناير ما جددش البيرسي تاو فهو مرحب بيه في نادي الزمالك. يعني دي برضك بترجع شويه فنيه لجوميز. هل هو هيبقى محتاجه ولا مثلا هيقول لا؟ بس انا قاعد مع فاروق جعفر. ما انا بتكلم معاك، انا عايز اتكلم مع فاروق جعفر. فنيا الزمالك محتاجه؟ محتاجه لو مشي زيزو، رغم ان في لعيبه صغيرين اللي طالعين مستواهم الفني ممكن يكون اعلى منه. اعلى من تاو؟ من تاو طبعا. يعني عندنا لعيبه ولاد صغيرين طالعين، لعيبه كويسه بيلعبوا على الاطراف كويس، وبيلعبوا برضك ناحيه ان هو اشول بيلعب ناحيه اليمين. لكن بيرزي فيه حاجه، السرعه بتاعته لما بيبقى فايق، لما بيكون فايق ومحدش بيضغط عليه، وهو سريع الغضب يعني. لما بيجي يخرج من النادي بيبقى خارج من الملعب هو غضبان، صح، والاهلي كسبان وهو جايب جول وكل، وهو غضبان، صح يعني. ف يعني انا شايف دي بتبقى اعتبارات لما تيجي تفكر في لعيب. وبعدين بص، الاهلي والزمالك الفرق الكبيره دي مفيش لعيب يعطلها. اللعيب هتلاقيه في ظرف اسبوعين ثلاثه، شهر شهرين، هتلاقي لعيبه موجوده افضل من اللي مشي. فدايما
وخصوصا المحترفين، يعني هو مش احسن المحترفين في النادي الاهلي دلوقتي، لا مش احسن محترفين، هو المكسب الوحيد هو الباك ليفت بتاع النادي الاهلي في الفتره دي يحيى عطيه الله. ده لعيب. انت مع فنيا الاهلي خلاص تقريبا شبه خد قرار بتفعيل بند الشراء، ده قرار صحيح؟ طيب انا بس هقول نقطه، اتفضل. في لعيب بتجيبه عشان يلعب معاك مش عارف ياخد على الملعب ومش عارف ياخد على الجو ومش عارف ياخد على زمايله ومش عارف يطلع اللي عنده، ده مع الوقت قاعد بيزيد، كل ماتش بيزيد. بالظبط علي معلول، يعني انا زمان اما كنت بحلل في القناه عندنا هنا وقلت احسن لعيب اجنبي موجود في الدوري العام، كل الناس بتقول مهاجم، كل الناس تقول لك المهاجم ده صانع الالعاب، علي معلول. علي معلول ده حاجه تانية. ليه؟ هو الوحيد اللي بيلعب كروس باص، بيلعب الكرات العرضيه وكره تحت رجله، يعني مش يجري ويزق الكره قدامه ومعاملها مش، لا والكره تحت رجله دي مهاره زي زيزو. ما زيزو مهارته ايه؟ ان هو بيلعب الكوره وهي تحت رجله، صح يعني. وفي اللعيبه كمان القدام الكبار دي كانت ميزه فيهم، فانت بتيجي تقيم اللعيب ده بيحل لك مشكله، يعني الكره تحت رجله ممكن يعمل الباص، يعمل الكره العرضيه، يعمل اللي هو عايزه، وقبل ما بيزقش بقى الكوره ويخش في الضغط والعصبيه والنرفزه. لا اللعيبه دي عندها قدرات ومهارات. فانا شايف يعني لما جه علي معلول انا كان وجهه نظري والناس اختلفت معايا كتير، لكن علي معلول هو افضل، لكن ده طالع عنده ميزه بقى عن علي معلول اللي هي تصويب الكرات الثابته. فظيع. يعني نتكلم بامانه ربنا، صح. علي خد على الكره المصريه وكان وهو رقم واحد وبيأدي بشكل كويس جدا، لكن ممكن الاصابه تعطله شويه. طب انت عايز البديل، فلقيت البديل ده كل شويه بيتطور في الاداء. فبقينا نجاح للنادي الاهلي ان هو قدر يجيب لعيب زي ده، واللعيب قاعد كل شويه بيديك حاجه افضل من المباراه اللي فاتت. الكرات الثابته دلوقتي بتحط، هم لو يعرضوا لنا الكرات الثابته بتاعته انت شوف الحته كام واحد، هي بس هي كل مره بتيجي في نفس، عايزه تنزل 2 سم، يعني هي عايزه تنزل 2 سم، لان كل مره في نفس الحته. نقول له مش عايزه تتغير. انا قلت له مره في حلقه من الحلقات، قلت له يا يحيى نزلها 2 سم بس، تيجي في نفس المكان، كل مره في نفس المكان. وبعدين عنده ميزه كويسه جدا، هو بيقف للكره بجنب، يعني ما بروحش، ما بتبقى كره مش مواجهه ليه، او هو واخد مثلا وضع تشريحي قريب ان يشوط الكره في الزاويه القريبه، لا ده بياخد جنب، يعني دي قدره، دي عنده امكانيات، يعني ده متمرن عليها وحافظها. يعني في كورتين، خلي بالك كورتين جم في الاي ماتشين ورا بعض، بنفس في العارضه، ماتشين ورا بعض في العرض. ده لعيب كويس، وبعدين بدا دلوقتي يتقدم كالاول، بيلعب كانه بدري يعني غلبان دلوقتي، بتحس انه خايف كاشش. دلوقتي صح. بقى فايق، لا دلوقتي بقى بيطلع ويعمل الكروس وكل، بقى لعيب كويس بقى وهادي، بيقدر يحضر بشكل كويس، يبني على الهجمه بشكل كويس. فده مكسب للنادي الاهلي. طيب لو رحنا لعلي معلول، من وجهه نظرك علي معلول من المفروض ان هو ان شاء الله يخلص برنامجه التأهيلي اخر 11، وممكن يبقى جاهز ان هو بقى يتقيد في يناير، لانه لسه هو غير مقيد طبعا. الاسلوب الامثل من وجهه نظرك بقى ككابتن فاروق جعفر للتعامل مع علي معلول، هل مصلحه النادي رقم واحد وان انا محتاج اجنبي عشان رايح كاس عالم، ولا علي معلول 8 سنين ومجهود وشقى وتعب في النادي الاهلي؟ وجهه نظرك ايه في القصه دي؟ أنا أول حاجة أبصها تكريم لعلي معلول. ده كان نجاحات كتير، يختم حياته في النادي الأهلي طبعا. خلاص هو لو مشي يعني صعب إن هو حتى نفسيا ومعنويا، الرفاهية اللي كان فيها في النادي الأهلي، حب الناس ليه، شعبيته، وكل الحاجات دي لعلي معلول. فإحنا أقل حاجة إن النادي الأهلي هيجدد له، لو يعني صحيا او هو بقى جاهز ويقدر يأدي بشكل كويس ويرجع للمستوى. واحنا كل اللي هننتظره المستوى بالزبط. هو اللي هيبقى هو المقياس، الفاصل اللي بيننا وبينه. لو مستوى رجع تاني حتى لو 60-70% مع الوقت هيقدر يشتغل يكمل بقيه الموسم في النادي الاهلي. ممكن لو هو طلب بقى ان هو ما يكملش، ده تبقى رغبته، لكن لو رغبته ان هو يقعد، لازم النادي الاهلي على الاقل حتى لو انت محتاج لفيرود اجنبي، يعني فيرود اجنبي. طيب انا الفيرود الاجنبي عشان تجيبه في الاهلي او الزمالك لازم يراقب، تقعد تتفرج عليه وتتابعه مباريات، ان احنا في الفتره الاخيره المهاجمين اللي جم النادي الاهلي يمكن مفيش غير وسام
ما عندكش مهاجم عالي. يعني المهاجم ده بيبقى عنده شخصيه ان انا اللي بخلص، انا اللي بجيب الاهداف، انا اللي يعني ده بيبقى شخصيته زي حارس المرمى كده، بيبقى عنده شخصيه. وسام ما يقدرش يستحمل ماتشات ورا بعض. والله؟ اه والله. يعني هو لعيب كويس جدا لكن معدل البدني بتاعه دايما في كل مباراه بيطلع. مش هيسعفه؟ لا يعني مع توالي الماتشات مش هتسعفه؟ انت بتلعب بمهاجم واحد وتحتيه ثلاثه. اه هو بيقعد يجري من نص الملعب، كل الفرقه بتلعب ضد الاهلي والزمالك وبيراميدز بيلعبوا في نص ملعبهم. فبيديك المساحه الكبيره دي بترهق اللعيب. يعني اللعيب عشان يديله 30 40 متر كل مثلا 3 4 دقائق، ما انت في الاخر هتلاقيه بدنيا واقع، وممكن التركيز منه عالية جدا. وممكن التركيز يروح منه، فمش هديك منتج في الملعب. فانت هتقوم مطلعه، او لو كان جايب اهداف فانت عايز تريحه. ففي الحالتين انت مش هو ما يقدرش يستمر. لازم انت يعني تساعده، يبقى عشان تساعده يبقى في بديل، يبقى في منافسه كويسه بينه وبين حد يقدر يؤدي الدور ده بشكل كويس ويكون هداف. طيب فاروق جعفر يطلب ايه من هاني ابو ريده في اول يوم يدخل في الجبلية وبسرعه؟ يعني قراره يبقى بسرعه. يعني انا لازم صديقك صح؟ طبعا طبعا. احنا مع بعض من اول السبعينات كده واحنا مع بعض. خلاص ما تكبرش نفسك. لا والله يعني هاني حبيبي وانا شخصيه محترمه. اول حاجه يعملها اول قرار ياخده من وجه يعني انت نصيحتك ليه ده اول قرار تخش تشتغل عليه؟ اشتغل على الناشئين. تطور القاعده اللي تحت دي كلها ناشئين، لعيبه ولا مدربين ولا ايه اللي يتطور كله؟ انت دلوقتي اللعيبه ممكن لعيبه كويسه، لكن في الاختيارات ممكن تختار لعيبه مش احسن حاجه. في اولاد زيهم بس ما بياخدوش حقهم، ما بياخدوش الفرصه. فدي لازم تبقى موجوده. انت لازم تكتشف اللعيبه. مين اللي هيكتشف اللعيب؟ لعيب كره قديم اللي هيكتشف اللعيبه، او هنقول مكتشف او كشاف. العين اللي بتكتشف اللعيب دي هي اللي ليها تمنها جوه الاجهزه الفنيه بتاعت الناشئين. تاني حاجه، انا لازم كل واحد بيغلط، زي ما انت اتكلمت على مثل على الولاد الصغيرين دولت زوروا في الاعمار السنيه، اللي هو التزوير، لازم كل واحد يعمل حاجه غلط لازم يعاقب. والا انت هتقول لك ده غلبان، ده طيب، معلش اخر مره وبتاع، يبقى انت مش هتخلص. فكل واحد بيغلط لازم يعاقب. يعني من وجهه نظرك هي دي تبقى بدايته؟ هي دي البدايه على قطاع الناشئين. انت هتبني منتخب فوق من غير الناشئين؟ القاعده بتاعت الناشئين، انت بعد 3 4 سنين عندك المنتخب الاولمبي، لازم يكون عندك المنتخب الاولمبي. لعيبه ما بتخسرش، لو اللعيب طلع بيلعب كويس وبيخسر هيتعود ان هو بيخسر، خلاص هيتعود على الخساره خلاص. فانا لازم تبقى مدرسه جديده. المدرسه دي تتمثل في ايه؟ اول حاجه لعيبه، ممكن لعيبه قدامى، كل اللعيبه دوليين، لكن لازم نمره واحد يكون لازم يكون عنده ثقافه الاكاديميه. يعني يعمل برامج ازاي، يشتغل ازاي مع اللعيبه الاعمار السنيه. مش كل الاعمار السنيه بتتدرب زي بعض طبعا. كل اعمار سنيه طبعا. كل واحد ليه مدرسه وكل واحد ليه برنامج بيشتغل عليه. فهو يختار هيد كوتش للاتحاد، يبتدي يشتغل على اللعيبه والاعمار السنيه، يعمل دوري لقطاعات الناشئين. ما لعبش، ما فيش حاجه في قطاعات الناشئين اسمها اللعيبه مثلا لعيب بيلاعب الاهلي والاسبوع اللي بعديه بيلعب مثلا سي، انا مع احترامي يعني في اي نادي. لا، هنا المستوى انت بتلعب حاجه، يعني انت اللي خسران في النهايه. انت عايز توصل لعيبه او اللاعب لاحسن حاجه وبتسيبه لمده مثلا اسبوع وصل لفورمه كويسه، بعد كده رحت منزله ويلاعب فرقه تحت، فبتاخده وتنزل الفرقه صح. ودي بتدي اللعيب عدم الثقه في المستقبل. يبقى ده اول فايل يشتغل عليه المهندس هاني ابو ريده، هو قطاعات الناشئين او منتخبات الناشئين كلها. اصل انا يعني انا كنت امبارح بسمع كابتن سمير عثمان. انا بحب سمير عثمان جدا، بحترمه جدا، هو راجل علامه. هو متضايق طبعا. ليه؟ يعني عشان مثل ما بقاش مثل وهو خبير يعني، هو خبير. ايوه بس هو ما خدش حد، لا لعيبه ولا حكام ولا حد. لا بتكلم على الحكام في الاختيارات. قصدك يبقى في حد من لجنه، حد كحكم سابق جوه القايمه؟ لا انا عايز اقول الحكام
احنا كنا زمان بنشوف الكابتن مصطفى كامل. ده انا عاشرته وانا بلعب، كان بيجي الاتحاد كل يوم يقعد مع الحكام، وكل يوم بيتكلم مع الحكام ان الحكام دي هي اللي بتنجح المباراه، ولو حصل اي مشكله هي المسؤوله عن المشاكل اللي جوه المباراه. صح. فبيعزز الحكم، وانت ما تعزز الحكم هتلاقي الحكم يوصل للعدل. ده صح. لكن انت هتقول له انت رقم واحد في مصر، انت لا، الحكم رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاته، لكن انت دايما تدور على العدل. طول ما انت شايف الزمالك زي الاهلي زي الاسماعيلي زي مثلا طلايع الجيش زي الداخليه، كله زي بعضه، فانت هتبقى ناجح وما تصدمش حد. يعني صح. ولازم دايما الدورات التدريبيه والتأهيل والثقافه والنفسيه. وانت بتطور كل شويه، الاتحاد الدولي بيطور في ال صح. يعني السنة الجاية هيبقى في حاجة في غير الفار، حاجة جديدة، عايزين يدخلوا حاجات جديدة على الفار، فاحنا لازم يبقى احنا عندنا استعداد لدي. يعني اكيد ان شاء الله. شرفتني ونورتني كالعادة. ربنا يخليك، ربنا يحفظك، نورت الدنيا، ربنا يخليك. ملك النص كابتن فاروق جعفر، نهاية حلقتنا النهاردة. ان شاء الله انتظرونا بكرة في حلقة جديدة الساعة 11 ان شاء الله. تصبحوا على خير.